على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مباراة اتحاد حجوط واتحاد بلعباس برسم الجولة 24 من المحترف الثاني موبيليز، سلطت لجنة الانضباط عقوبة إجراء لقاءين بدون جمهور على فريق اتحاد الحجوط وتسديد غرامة مالية بقيمة 100,000 دينار. فضلا عن ذلك رسمت الهيئة ذاتها خسارة اتحاد حجوط على ميدانها أمام ضيفه اتحاد سيدي بلعباس، كما حرمت إدارة نجد حجوط من الاستفادة من عائدات المالية للنقل التلفزي للمقابلات. وعقب هشام سواكر لاعب اتحاد حجوط وزميله جلال يحيى من اتحاد بلعباس بالإيقاف لمدة 3 لقاءات نافذة وغرامة مالية بقيمة 30,000 دينار لكل واحد، وهي نفس الغرامة المسلطة على مراد معلبي لاعب اتحاد حجوط مع تلقيه إنذار. وسلطت لجنة الانضباط عقوبة إجراء لقاء بدون جمهور وتسديد غرامة مالية بقيمة 50,000 دينار على اتحاد الشوية بسبب رشق أنصاره لأرضية الملعب بالشهب النارية في المباراة الفريق أمام الضيف اتحاد حجوط. كما عقب أيضا مدرب شباب عين فكرون عبد العزيز عباس بالإيقاف لمدة لقاءين نافذين وتسديد غرامة مالية بقيمة 100,000 دينار.